بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي لكم تحياتي. أهلا وسهلا بكم مع بوكلت 2 في ليسن 2 في تشابتر 2 اللي هو الاناليتيكال كيمستري من كتاب الموسوعة فاينل ريفيجن كيمستري. نبدأ بالسؤال الأول. We're dissolving a mixture of 4 gram of sodium iodide اللي هو ال NaI salt and sodium phosphate اللي هو ال Na3BO4 in a sample of distilled water and add to it all the silver nitrate solution. هحط لهم silver nitrate solution. طيب وبعدين قال لي by add the ammonia solution on it, it was found that the remainder of the precipitate without dissolving 3 gram was the ratio of the sodium phosphate salt in the mixture كام. تاني كده معلش هقولك سؤال تاني كده بالراحة. بيقول لي انا دوبت ميكستشر من الصوديوم ايودايد والصوديوم فوسفيت في وكان الميكستشر ده ماسه 4 جرام. طيب وبعدين حطيتهم في ووتر وبعد كده حطيت عليهم اماونت من السيلفر نيتريت. طيب السيلفر نيتريت مفروض السيلفر نيتريت مع الاي ومع الفوسفيت بيدوا برسبتت والاتنين بيديروا برسبتت. طيب وبعدين قال لي حطيت عليهم امونيا سولوشن. الامونيا سولوشن بيعمل ايه يا وحش؟ بيدوب الفوسفيت بس ما بيدوبش الايودايد. قال لي ان اللي اتبقى 3 جرام، ال 3 جرام ده مين؟ اكيد هو الايودايد. طيب عايز بقى اجيب النسبه بتاعت الفوسفيت بتاعت الصوديوم او الصوديوم فوسفيت ان ذا سولوشن. طيب هو اللي اتبقى ده الايودايد صح؟ يبقى اللي مشي هو الفوسفيت، فهعمل برسنتج واشتغل واحل المساله. طيب تعالى نعمل اول ايكويشن كده، احنا اتفقنا ان اللي هيختفي هو الفوسفيت، يبقى اللي اتبقى معايا هو الايودايد. فهجيب ريليشن ما بين الايودايد، عندي الايودايد مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندي ان اي اي ومعاها ال AgNO3. يلا يا بطل بقى كده بدل القريب مع القريب والبعيد مع البعيد، هيكون NaNO3 مع ال AgI. ال AgI ده ايه يا واد؟ ده solid. لونه ايه يا واد؟ ده يلو. طيب انا هجيب بقى ريليشن بين مين ومين؟ انا هشتغل هجيب ريليشن بين ال NaI وبين ال AgI. هنا ال NaI وال AgI، هنا كام مول وهنا كام مول؟ 1 مول وهنا 1 مول، وماله؟ هات المولر ماس بقى لان الكلام كله شغال على الماس. ال AG ب 108 equal 108 وال I ب 127، ال NI ب 23، ال NA ب 23، يبقى انا هقول 23 بلس ال I بكام؟ ال I ب 127، يعني الشاكي براكب تطلع ب 150 جرام طبعا. وهنا ال1 مول ال AG ب 108 وال I ب 127، يعني تطلع كده شاكي براكب كده اللهم صل على النبي ب 235 جرام. حلو قوي. يبقى انا كام جرام من السيلفر من الصوديوم ايودايد؟ يطلع لي 3 جرام من ال AGI. ليه؟ لان قال لي ان اللي اتبقى من غير ما يدوب هو 3 جرام، يبقى ال 3 جرام دي مين؟ هي الصوديوم ايودايد. حلو، هات بقى قيمه الاكس واعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى الاكس بتساوي 150 تايمز 3 على 235، تطلع كام يا وحش يا وحش الوحوش؟ ثواني كده نجيب بس الكالكليتور، هتطلع بالرقم ده 1.948. الماس دي ماس الصوديوم ايودايد، هو الميكستشر اصلا كان ايه؟ كان صوديوم ايودايد ومعاها صوديوم فوسفيت Na3PO4. انا طلع لي هنا ان الصوديوم ايودايد بالرقم ده. طيب يبقى هنا الصوديوم فوسفيت ماسها كام؟ بهنا الماس اوف ذا صوديوم فوسفيت Na3PO4، هو قال لي ان الميكس كله باربعه، يبقى 4 ماينس الرقم ده. انا هكتب الرقم زي ما هو، يبقى هنا هقول 4 ماينس الانسر بتساوي تطلع ب 2.085، هنا 1.9148 تطلع ب 2.0851 جرام. دي ماس الصوديوم فوسفيت. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا محتاج اجيب برسنتج. اي برسنتج بتساوي ايه يا واد؟ بارت على اول في 100. طيب راح نحسب كده، قانون البرسنتج بتساوي ايه؟ ماس على اول في 100، يبقى البرسنتج بتساوي الماس اللي طلعت لي، خلي بالك هي لسه على الكالكليتور ما مشيتهاش، 2.085 اوفر ال 4 دي الماس الكليه، اوعى تنسى تضرب في 100. يبقى انا الرقم اللي عندي اهو ديفايدد 4 ايكوال واضرب في 100 يطلع يا عسليه 52.1، فيطلع الإجابة هنا 52، يبقى هنا الإجابة letter A. ده كده أول سؤال. السؤال التاني بيقول لي the lowest of all gases in density in
از سبيس جاز. اولا هي الدنستي بتساوي يا وحش، الدنستي بتساوي المولر ماس اوفر مين، اوفر الفوليوم اللي هو 22.4، طبعا ده في الاس تي بي، فبالتالي ده كونستنت، فبالتالي اللي هيأثر هو المولر ماس، يبقى اقل دنستي اقل مولر ماس. مين اقل مولر ماس في دول؟ الهيدروجين طبعا، يبقى الاجابه هي الهيدروجين. واصلا كده بيولوجيك كده اول اليمنت اصلا هو الهيدروجين، فده اخف جاز، فبالتالي الاجابه هي الهيدروجين اللي هي مستر، لان ده اولا اقل مولر ماس فيهم كلهم، لان الدينوميريتور تحت كلهم بيتقسموا على 22.4، فاقل رقم فوق هو يكون اقل دنستي. رقم 3، the mass of Na و H required to prepare 250 ملي solution 0.4 مولر concentration is equal. تاني بيقول لي انا عايز الماس بتاعت ال Na و H اللي تعمل لي solution 250 ملي والconcentration بتاعه بتساوي 0.4. طبعا احنا عندنا رول بتقول ان الماس ليها قانون ثلاثي، بتساوي المولر ماس تايمز المولاريتي تايمز الفوليوم بالليتر. المولر ماس بكام يا وحش؟ بيقول لي صوديوم هيدروكسيد المولر ماس بتاعتها ب 40، والمولاريتي بكام يا وحش الوحوش؟ ب 0.4، والفوليوم بكام؟ 250 مللي ديفايد 1000 يعني 0.25. كالكوليتر العظيمه بتاعتك بتساوي 0.25 تايمز ال 40 تايمز ال 0.4 تطلع ب 4 ايكوال 4 جرام. بعد المولد ده كله طلعت ب 4 جرام، يبقى الانسر 4 جرام لتر دي. سؤال نمبر 4 بيقول لي the largest percentage of oxygen is found in 1 مول of CO2 ولا ال Fe2O3 ولا ال Fe3O4 ولا ال FeO. اقول لك فكره السؤال عشان انا اروح احله لك وانزل لك بي البرسنتج على طول. فكره السؤال ان انا عشان اجيب برسنتج بارت على اول في 100، يعني هجيب هنا الاكسجين على كل الكومباوند. هنا عندك كام اكسجين؟ 2 اكسجين، يبقى هنا الاول واحده ب 16 ديفايدد المولر ماس، يبقى هنا 16 تايمز 2 على ال 44 اللي هي المولر ماس للكربون دايكسيد واضرب في 100. عندي هنا 3 او على كل الكومباوند في 100، عندي هنا 4 او على كل الكومباوند في 100، وعندي او واحده على الكومباوند كله واضرب في 100. تعال نشوف بتطلع بكام يا وحش الوحوش. بص يا ابني، احنا قلنا الكربون دايكسيد فيه 2 اكسجين، 2 في 16 ب 32، والمولر ماس بالكربون دايكسيد ب 44 تايمز 100 تطلع ب 72.73% طبعا. طب تعال هات ال Fe2O3، ال Fe2O3 اللي هو الايرن 3 اوكسيد، عندي 3 اكسجين، 3 في 16 ب 48 على ال 160 المولر ماس لده واضرب في 100 تطلع ب 30%. طيب اللي بعده ال Fe3O4، عندي 4 اكسجين، 4 في 16 ب 64 على كل الماس اللي هي 3 في 56 بلس 64 في 100 تطلع ب 27.59. لحد دلوقتي لسه اللي غالب هو الكربون دايكسيد. ال FeO عندي اوهية واحدة ب 16 على كل الكومباوند اللي هو Fe56 بلس 16، واوعى تنسى تضرب في 100 يعني تطلع ب 22.2. يبقى الناتج هنا مين اكبر؟ الكربون دايكسيد جاز. يبقى هنختار ال CO2. 5 بيقول لي the titration of space depend on form a compound that is springly soluble. ما تكملش، طالما springly soluble يعني ما بيدوبش، يبقى ده precipitation، يبقى الإجابة هتكون precipitation. السؤال اللي بعده بيقول لي mix a liter of iron 3 chloride solution with 1 liter of ammonium sulfate solution and add drops of bromothymol blue. So the solution shall be colored by بلو ولا يلو ولا لايت جرين ولا بيربل. اولا لازم اعرف السولوشن ده نوعه ايه عشان اقدر اطلع نوع الانديكيتور. بسيطه، نكتب المول من ده والمول من ده. احنا مدوبين مين يا واد؟ اف اي سي ال 3. ومدوبين مين كمان يا واد؟ مدوبين الامونيوم صلفيت ان اتش 4 الباي 2 اس او 4. طبعا ده هيرجعنا سيكا او هيقدمنا سيكا لتشابتر 3 عشان اجيب السولت ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ده هياخد الاو اتش ده ويك بيز، ده هياخد الاتش يبقى ده سترونج اسيد يبقى ده اسيدك. نفس الكلاكس هنا، ده بوزيتيف هياخد الاو اتش النيجاتيف يدينا امونيوم هيدروكسيد ويك بيز، وده هياخد الاتش يدينا سلفوريك اسيد ده سترونج اسيد. سترونج اسيد ويك بيز زي دي بالظبط، سترونج اسيد مع ويك بيز يعني هيطلع اسيدك هو كمان. اذا السولوشن ده اسيدك وده اسيدك، يبقى انا بدور على لون الانديكيتور في الاسيدك ميديوم. مين الانديكيتور المحطوط؟ بروموثايمل بلو. اروح ادور على الجدول الاقي لونه يالو في الاسيدك ميديوم.
السؤال اللي بعده يا حب الحب بيقول لي to titrate potassium carbonate solution a standard solution of space is used صوديوم هيدروكسيد ولا صوديوم بيكربونات ولا نيتريك اسيد ولا صوديوم سلفيت. اولا بص يا حبي، البوتاسيوم كربونات ده بوتاسيوم كربونات K2CO3، هنا ال K2CO3 اقسم كده الكومباوند، ال K هياخد ال OH يعني بوتاسيوم هيدروكسيد، ده سترونج بيز، وده هياخد ال H يدينا الكربونيك، ده ويك اسيد، يبقى السولوشن ده بلا فخر بيزك. يبقى انا محتاج مين؟ محتاج حاجه اسيدك. مين في دول اسيدك؟ عندي هنا هاخد طبعا اسيد، هاخد النيتريك اسيد عشان ده اسيد، واللي فوق ده كان بيزك، كان بيزك سولوشن، فهناخد معاها الاسيد. نمبر 8 هزود بس حته مش مكتوبه، بيقول لي اف ام اي في اي اوفر الان اي جريتر ذان ام بي في بي على الان بي. طبعا ده ولاد الفراكشن او الريشيو، المولر ريشيو، المولر ريشيو اللي هي الام في على الان، الام في الفي اصلا ده عدد المولز اللي اتفعلت فعليا، اما الان ده عدد المولات اللي في الايكويجن. ما علينا، لو الفراكشن ده للاسيد اكبر يبقى هو اكيد هيكون اسيدك، يبقى الاجابه هتكون اسيدك. وطبعا قلناها كتير في الشرح، قلنا عشان اعرف نوع السولوشن اسيدك ولا بيزك ولا نيوترال بجيب الريشيو او بجيب المولر ريشيو اللي هي الام اي في اي على الان اي والام بي في بي على الان بي، والزياده هو صاحب السياده، يعني الماده الاكثر هي الافكت او هي اللي ليها صاحب الافكت. السؤال نمبر 9 يا واد بيقول لك ادينج 250 مللي اوف 0.1 مولر هيدروكلوريك اسيد سولوشن ل 350 مللي اوف 0.3 مولر ان اي اتش سولوشن، البي اتش فاليو، الله ده كده ازحنا على 3، pH value of the resulting solution after mixing was space. بص يا واد الفكرة، أولا أنا لازم أعرف السولوشن أسيدك ولا بيزك ولا نيوترال، يبقى هجيب إيه يا مستر؟ هجيب الـ MAVA على الـ NA بكام؟ والـ MBVB على الـ NB بكام؟ والله أشوف بقى، أنا عندي هنا الـ HCl ده سترونج أسيد، لو كان هو الزيادة هجيب الكمية بتاعته، وتركيز الـ HCl هو تركيز الـ H لأن ده سترونج أسيد. طب لو كان الـ NOH هي الزيادة، الـ NaOH ده سترونج بيز، فبالتالي هيكون تركيز ال N A O H هو نفس تركيز ال O H. عندك تركيز ال H سهل تجيب ال B H، عندك تركيز ال O H سهل تجيب ال B O H، بس خلي بالك ان الاتنين دولت ميكسد مع بعض، يعني الفوليوم هنا هيكون مجموع الفوليومز بتاعت الاسيد والبيز مع بعض. عشان ما تتخضش تعال نحل مع بعض السؤال. المعادله طبعا هيطلع النمبر اوف مولز هي واحد لواحد، بس برضو كالعاده هيكتبها HCl plus NaOH بدل هيديك NaCl مع H2O، تمام التمام. هعمل ايه؟ هكتب بقى MAVA على ال NA بكام؟ وال MBVP على ال NB برضه بكام؟ ال MA بكام يا واد؟ هنا عندي 0.1 تايمز طبعا الفوليوم هخليه بالليتر، يبقى هنا على 1000 يبقى 0.25 عشان هما كانوا 250 مللي يعني ربع لتر، و 1 تطلع ب 0.025. طب تعال نجيب لي البيز، الفوليوم كان ب المولاريتي سوري ب 0.3 والفوليوم كان 350 على 1000 يبقى 0.35 اوفر 1 هتطلع بكام؟ 0.15. مين الكبير؟ الكبير فيهم هو عندي ده 0.25 يعني 25 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، لكن ده هيكون عندي البيز اكبر من الاسيد، يبقى السولوشن ده هيكون بيزك. حلو قوي، بيزك ده معناه ايه؟ معناه ان تركيز الاو اتش اكبر من تركيز الاتش، فانا من خلال اجيب الزياده طبعا هجيب منها النمبر اوف مولز الزياده، هجيبها ازاي؟ ده ماينس ده، عندي الزياده هنا الاكسس هتساوي ايه؟ هتساوي ال1 ال 0.105 ماينس ال 0.25 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 0.25. طبعا عندي هنا رول بقولها ازاي احسب الاكسس مولز، بجيبها ازاي؟ بقول ان النمبر اوف مولز الزياده ماينس النمبر اوف مولز القليله تايمز النمبر اوف مولز بتاعت الزياده، يعني مثلا عند الاسيد هنا هو الزياده فهضرب في النمبر اوف مولز بتاعت الاسيد في المعادله. طب هنا البيز كده كده البيز بواحد فهضرب في واحد تطلع بكام؟ هنا 0.08 0.08 0.08 0.08. ركز بقى عشان الرقم الغلط هيضيع لنا الدنيا، ده كده مول. طيب كده انا جبت نمبر اوف مولز بتاعت ال ان اتش زياده، طيب هو الكونسنتريشن بيساوي ايه؟
الكونسنتريشن بتاع ال NaOH، الرول الأصلية ال number of moles على الفوليوم التوتال فوليوم. طبعا هنا ال NaOH مش واخدة زاوية لوحدها وقاعدة في ركن كده، لا ده solution يعني موجودة في كل السولوشن. فأنا هاخد الفوليوم الكلي 0.08 على الفوليوم الكلي اللي هو مين؟ الأسيد اللي هو كان 0.25 والبيز 0.3، يعني 0.08 على كده تطلع بكام يا واد؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ثواني نجيب الآلة، هتطلع ب 2 over 15. طيب لو أنا عملت لها كده يعني إيكوال كام؟ تطلع 0.13333. خلي بالك أنا بحاول أكتب الرقم كله ماشي، الأول بس كده ده 0.06 تطلع 0.13333 مولر. ليه؟ علشان ده كده الكونسنتريشن بتاعة البيز. طيب بما إن الـ NaOH ده سترونج بيز، يبقى تركيز الـ OH هيساوي هو الرقم ده 0.13333 لحد ما شاء الله بقى. ده كده احنا جبنا الكونسنتريشن بتاعه تمام. طيب هو البي او اتش بيساوي ايه يا واد؟ البي او اتش بتساوي نيجاتيف لوج تركيز الاو اتش. طب بالكالكليتور بقى هقول كده نيجاتيف لوج الانسر اللي عندي على طول يطلع بكام؟ يطلع بالرقم ده 0.875. طب عشان اجيب البي اتش بقى، يبقى 14 ماينس ال بي او اتش، يعني 14 ماينس الرقم ده 14 ماينس الانسر ايكوال 13.12. الاجابه 13.12. الاجابه اللي عندي هي 13.13. لو جينا بصينا على الكالكليتور كده عندي هنا 13.1249، يعني بكده ابروكسيميتلي 13.13. طبعا انا باخد كل الارقام بالتقريب، فهنا يعني تطلع بالايه ابروكسيميتلي. يعني السؤال نمبر 10 ده في صفحه 51 بيقول لي ذا سبيس depends on the use of solution of known concentration. طبعا طالما بتكلم على solution وبتكلم على volume and concentration، ده على طول ده التيتريشن، والتيتريشن ده نوع من انواع الفوليومتريك اناليسيس. يبقى هنا هاخد الفوليومتريك كوانتيتيف اناليسيس تاني، معلش بس هي كواليتيتيف دي، لا دي كوانتيتيف دي كده هخليها بالان كوانتيتيف عشان بجيب كوانتيتي، معلش هي ليتر سي مكتوبه تحت اهي فوليومتريك كوانتيتيف اناليسيس، ما خدتش بالي معلش منها، فدي تسيبها كواليتيتيف زي ما هيش تلخبط. يعني هنا الفوليومتريك من انواع الكوانتيتيف اناليسيس بالاجابه ليتر سي، سيب الاولانيه كواليتيتيف زي ما هي يا واد عشان تلخبط العيال السيس اللي بتتلخبط، مالناش دعوه خالص. نمبر 11 وركز معايا بقى وكوبايه شايك ماشي ابو نعناع، وافتح الشباك عشان يخش لك هواء كده وطراوه وانت بتحل المساله دي. بيقول لي هنا السؤال اللي جاي ده في نمبر 11 احنا بيقول لي titration is based on the combination of the acid hydrogen ion with the base hydroxyl ion. طبعا acid مع base كده انا بتكلم على حاجة اللي هي ايه النيوتراليزيشن. يبقى الاجابة هنا letter C، معلش انا عيني جت على المسألة اللي في الاخر ما خدتش بالي من الاسئلة اللي باقية. نمبر 12 بيقول لي the following reaction indicates that the titration is كذا، انهي نوع؟ طب فين المعادلة؟ المعادلة اهي CE positive 4 plus FE positive 2 هتطلع CE positive 3 plus FE positive 3. ايه اللي حصل؟ ال CE كان ب 4 خرج ب 3 كده حصل له ايه؟ كده حصل له reduction، وال FE كان ب 2 خرج ب 3 كده حصل له ايه؟ oxidation. بينا خلاص اهي بقى، هل هي neutralization؟ لا، oxidation and reduction. يبقى الاجابه letter B عشان حصل تغيير في الاكسيديشن نمبر. السؤال نمبر 13 يا وحش بيقول لي equal moles of different gases under the same conditions at STP. بص يا ابني، لو عندي نفس النمبر اوف مولز ده معناه ان هم عندهم نفس الفوليوم في ال STP وعندهم نفس النمبر اوف مولكيولز ونفس النمبر اوف ايونز ونفس النمبر الاول نفس النمبر اوف مولكيولز ده الاساس. تاني، لو عندي الجازس عندهم نفس النمبر اوف مولز ده دليل ان هم عندهم نفس الفوليوم ونفس النمبر اوف مولكيولز، بس مش شرط يكون الاتومز على فكره. ليه بقى؟ بص معايا مثلا على سبيل المثال، لو انا معايا كده هوت 1 مول من الاكسجين و1 مول من الكربون دايكسيد جاز،
ده مول ومول، الفوليوم ده ب 22.4 لتر وده ب 22.4 لتر. طيب النمبر اوف مولكيولز، ده في افوجادروز نمبر من المولكيولز وده في افوجادروز نمبر من المولكيولز. لكن لو جيت ابص على عدد الاتومز بقى هتلاقي الاو 2 ده في 2 تايمز الافوجادرو اتومز، لكن هنا الكربون دايكسيد فيه واحدة سي واتنين او، يعني ده فيه 3 تايمز الافوجادرو. تاني عشان لما اقول لك مش شرط يحتوي على نفس العدد الاتوم تصدقني، لكن فيهم نفس النمبر اوف مولكيولز، يعني الاكسجين كان مولكيول والاو الكربون دايكسيد جاز كان مولكيول، نفس النمبر اوف مولز يبقى نفس النمبر اوف مولكيولز ونفس الايه الفوليوم. طب بص للتشويسز، بيقول لي ده سيم ماس، لا طبعا الكربون دايكسيد جاز على سبيل المثال كان ب 44 والاوتو كان ب 32، ده سيم فوليوم اه مستر نور الامور لسه قايل لنا طالما نفس عدد المولات يبقى نفس الفوليوم. اللي بعده هي المساله هي بقى، هاو ميني مليلترز اوف باريوم كلورايد سولوشن كونتين 90 جرام بي اي سي ال 2.2 H2O بير لتر نيدز تو بي ادد تو بريسيبيتيت سلفيت ان ذا فورم اوف باريوم سلفيت فروم ذا سولوشن كونتيننج 10 جرام من ال Na2SO4.10H2O. بص بقى يا وحش المسألة ديت محتاجة نفس ومحتاجة صحة، فركز معايا. مبدئيا كده انا هعمل رياكشن ما بين الباريوم كلورايد والصوديوم صلفيت، بس اللي معايا هنا هيدريتد باريوم كلورايد وهيدريتد صوديوم صلفيت، يعني اللي هيتفاعل هو البي اي سي ال 2 والان اي 2 اس او 4. طب ما الماس اللي مديها لي بتاعت الهيدريتد بسيطه جدا، هعمل ايه؟ انا عايز اجيب الماس بتاعت الباريوم كلورايد اللي من غير ميه، هجيب ريليشن ما بين الباريوم كلورايد البي اي سي ال 2 دوت 2 اتش 2 او فيها مول واحد بس من الباريوم كلورايد بي اي سي ال 2 بالكالكوليتر بتاعت معاليك، وهات المولر ماس للباريوم كلورايد، الباريوم 137 و2 ميه ب 36، فهتطلع الماس كده اللهم صل على سيدنا محمد، ثواني نجيب الكالكوليتر نحسبها، تطلع ب 244 والمولر ماس للباريوم كلورايد ب 208. طيب انا معايا بقى 90 جرام، يبقى ال 90 جرام من الهيدريتد سامبل ديت فيها كام جرام من الباريوم كلورايد؟ هي البي اي سي ال 2، يبقى الاكس بتساوي كام؟ الاكس هعمل كروس مالتيبليكيشن تطلع ب 76.72 جرام، يبقى انا كده عرفت ان الباريوم كلورايد اللي هتتفاعل هي 76.72. نفس الكلام هجيب بقى الباريوم صوديوم صلفيت، هنا عندي Na2SO4.10H2O فيها مول واحد بس من ال Na2SO4، هات المولر ماس ال Na2SO4 بكام؟ بتحسبها كده تطلع ب 322 جرام، والمولر ماس لل Na2SO4 من غير ال 10 ميه تطلع ب 142 جرام. حلو، يبقى انا معايا بقى 10 جرام بس منها، فيها كام؟ فيها اكس كروس مالتيبليكيشن، خلي بالك ال 10 جرام دي الهيدريتد سامبل تطلع بكام؟ كروس مالتيبليكيشن بتساوي 4.4 جرام، حاضر هنا 10 في 142 على 322 تطلع ب 4.4 جرام، 4.4 جرام. كده انا عملت ايه؟ كده انا عرفت ماس الباريوم كلورايد وعرفت ماس الصوديوم صلفيت. اعمل بقى المعادله بتاعتك، البي اي سي ال 2 طبعا من غير ميه بقى خلاص مع الصوديوم صلفيت ان اي 2 اس او 4 بدل هيدينا 2 ان اي سي ال معاها بي اي اس او 4. طيب بص معايا كده، هو هنا دايما يا اولاد في المسائل دي باخد الاثنين اللي مدينا عنهم معلومه في المساله، وهنا بيقول لك كام ملي لتر من الباريوم كلورايد اللي هو البي اي سي ال 2 هيرسب الصلفيت في صورة باريوم صلفيت اللي جاية من 10 جرام من ال Na2SO4. الباريوم صلفيت دي جاية من مين؟ جاية من الصوديوم صلفيت، يعني الصلفيت دي هي الصلفيت دي، فهو مش معلوم، مش مديني معلومة عن الباريوم صلفيت، مديني ماس ال Na2SO4، يبقى هاخد هنا من المعادلة Na2SO4. واضح جدا يا واد ان كام مول مع كام مول؟ هنا واحد مول وهنا واحد مول. طيب بص بقى، النمبر اوف مولز يا اما ماس على مولر ماس، يا اما المولاريتي تايمز الفوليوم، يا اما البارتكلز على الافوجادرو، يا اما الفوليوم بالليتر على 22.4. طيب هو هنا مديك ايه؟ هو بيقول لي انا عايز كام ملي من الباريوم كلورايد، يبقى هنا الباريوم كلورايد ده هشيل كلمه نمبر اوف مولز دي واحط مكانها ام تايمز في، وهنا مدينا الصوديوم صلفيت مدينا ماس،
يبقى اشتغل اقول ماس ديفايدد المولر ماس. عوض بقى يا وحش، يعني انا هشتغل مع الباريوم كلورايد زي ما كنا زمان بنشتغل، مثلا بناحيه بشتغلها بالمول وناحيه بالليتر، ومن ناحيه بالجرام وناحيه مثلا بالمولكيول وهكذا. هنا اشيل نمبر اوف مولز واحط ام في، وهنا اشيل نمبر اوف مولز واحط ماس على مولر ماس. يلا اشتغل. هو عايز يحسب مين؟ هو عايز يحسب الفوليوم بس بالايه؟ بالمليليتر. يبقى اقول هنا الام في الفي بتساوي، هنا عندي هنا المولارتي، المولارتي بكام بتاعت الباريوم صلفيت، باريوم كلورايد، دي مش مكتوبه في المساله يا مستر. ما نحسبها، نحسبها ازاي؟ تعالى على جنب كده اهو، واعمل المولارتي بتساوي ايه؟ المولارتي بتساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم، النمبر اوف مولز على الفوليوم، تمام. والنمبر اوف مولز بتساوي ايه؟ بتساوي ماس على مولر ماس تايمز الفوليوم زي ما هو. طيب كل اللي هعمله بقى، انت عندك الماس بتاعت الباريوم كلوريد قد ايه؟ ما احنا حسبناها قبل كده بتاعت الباريوم كلوريد ب 76.72، والمولر ماس حسبناها بكام يا واد؟ ب 208 تايمز الفوليوم بالليتر، قال لي في 1 لتر، هو في المساله قال لي ان 1 لتر، خلاص. يبقى تطلع المولارتي بكام؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بالكالكليتر 0.37 مولر. حافظوا الرقم ده بقى واكتبه هنا، هنا 0.37 تايمز الفوليوم الليتر بتساوي الماس بتاعت الصوديوم صلفيت بكام؟ احنا واخدين قد ايه؟ واخدين 4.4 اللي اتفعلت، 4.4 يا مستر ده انت واخد 10. قال لك يا واد ال 10 دي بتاعت الهيدريتد اللي بيتفاعل، هي الماس من غير ميه 4.4 والمولر ماس 142. حلو قوي. يبقى انا عندي هنا 0.37 في الفوليوم بتساوي 4.4 على 142. هنا بالكالكليتر بقى خلصها. الناس بقى اللي بتشتغلها بالكالكليتر اللي هي شيفت سولف واشطر مني، انا بقى راجل قديم شويه، ده في ده في ده بتساوي 4.4 في 1، يبقى هنا بتساوي ال 4.4 على ال 0.37 في 142، تطلع ب 0.084 لتر. طيب يا مستر ده احنا عايزينها بالملي، يا عم تهدى يا عم. يبقى الفوليوم بتساوي الرقم ده 0.084 في 1000، تطلع بكام يا وحش؟ هتطلع ب 8، ثواني كده نجيبها تاني، الرقم اهوت اضرب بقى في 1000 بتساوي 38.74، سوري 83.74. تعال نشوف الاختيارات كده ايه الصح. طبعا اقرب حاجه ليها اللي هي اللي هنا عندنا 84، اقرب حاجه ليها هنا الاجابه هاخدها رقم لاس محمد لتر دي، ده اقرب رقم ليها. طبعا ده فرق حسابات، يعني انا لو باخد ابروكسيميت يطلع بالرقم ده. طيب السؤال نمبر 15، نمبر 15 بيقول لي adding 25 مللي اوف 0.3 مولر صوديوم كربونات سولوشن تو 25 مللي اوف 0.4 مولر هيدروكلوريك اسيد to color the mixture space by adding drops of sunflower to it. تاني هو هنا بيقول لي ان انا عملنا adding ل 25 مللي من الصوديوم كربونات اللي هي ال Na2CO3 والمولارتي بتاعتها 0.3، ل 25 مللي من الهيدروكلوريك اسيد والمولارتي 0.4 مولر. قال لي بقى الميكستشر ده هيتلون بانهي لون لما احط عليه الميثايل الليتمس سولوشن. طبعا هنا الصن فلاور بروف ده اللي هو الليتمس سولوشن، معلش ده الليتمس انديكيتور طبعا مش بروف دي خالص، ما علينا. طب هعمل ايه؟ مساله سهله يا عم الحاج، هجيب ايه؟ انتوا خلاص بقى خبيتوا اساتذه، هجيب ام اي في اي على ان اي واشوفها بكام، وام بي في بي على ان بي واشوفها بكام، والزياده هو السياده او السياده لصاحب الزياده. مبدئيا كده بعد اذن الحب اللي بينكم انتوا الاثنين هنكتب الايكويجن، هو مين مع مين يا واد؟ ده صوديوم كربونات اللي هو Na2CO3 واتحط عليه هيدروكلوريك اسيد، هيكون NaCl ومعاهم كربون دايكسايد ومعاهم موتر فيبر. اللي مخليك يا مستر حافظها يا واد؟ المعادله ديت خدناها في الانديكيتورز في ال HCl جروب يا واد، دي اول معادله، عيب عليك. حط هنا اتنين بقى عشان الكلام يتظبط، ماشي.
رولك يا وحش ام اي في اي على الان اي والام بي في بي اوفر الان بي. تمام، الام اي بكام والفي اي بكام؟ عندك هنا 0.4 تايمز 25، ما تنساش تايمز 10 باور نيجاتيف 3، والنمبر اوف مولز بتاعت الاسيد بكام؟ ب2، هتطلع 0.005، يعني كده تقول عليها 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مول. طيب تعال نجيب البيز، الام بي بكام؟ 0.3 تايمز 25 برضو تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد 1، تطلع بكام؟ تطلع ب 0.075 يعني بتساوي 7.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. انا عندي هنا 5 وعندي هنا 7.5، طبعا 7.5 اكبر، يعني البيز اكبر من الاسيد، ده معناه انه هيطلع ايه يا واد؟ هيطلع بيزك. طيب لو هو بيزك سولوشن يطلع اللون ايه؟ طبعا اللون يطلع بلو. تمام، يبقى هاخد الانسر لتر بي. سؤال نمبر 16 بيقول لي adding 10 مللي اوف 0.1 مولر من السلفوريك اسيد ل 0.2 جرام من الام بيور سامبل اوف كالسيوم كربونيت until complete reaction the proportion or percentage of impurities in calcium in the sample in the impure sample respectively. لا تاني معلش كده، ال portion of impurities يبقى انا عايز نسبة ال impurities، لان في الاجابات مديك نسبتين and calcium، عايز نسبة ال impurities ونسبة الكالسيوم. طيب بسيطة اوي، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب المعادلة. احنا عندنا الاسيد ال H2SO4 والكالسيوم كربونيت CaCO3، بدل يا واد، هيدينا CaSO4 وهيدينا كمان H2O وCO2. بصوا يا ولاد انا هحلها بطريقتين، انا هجيب مثل الكالسيوم كربونيت هحلها بطريقتين. الطريقة الأولانية اللي احنا متعودين عليها MAVA over ال NA بتساوي ال MBVB على ال NB. طيب احنا عندنا الأسيد، مديك الأسيد يا واد 10 مللي و 0.1، بهنا 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 0.1 على 1 بتساوي الام بي في بي، مش مدينا اي حاجه خالص، يبقى قلنا نكتب ايه؟ الماس اوفر المولر ماس تايمز ال ان بي. طيب يبقى هنا دي كده تطلع ب 10 باور نيجاتيف 3 هتساوي الماس اللي انا عايزها، المولر ماس للكالسيوم كربونات ب 100 جرام. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن وهات الماس، تطلع الماس ب 0.1، الماس بكام؟ 0.1 جرام، ده ماس مين؟ ده الكالسيوم كربونات. يبقى الامبيورتيز هي كمان بكام؟ يبقى الامبيورتيز هي كمان 0.2 ماينس 0.1 برضه بتساوي 0.1. واضح جدا ان ده نص ده، يعني البرسنتج بتاعت الكالسيوم كربونات اللي هي سي اي سي او 3 بتساوي 50% والimpurities 50%. كده المسألة اتحلت؟ لا المسألة ما اتحلتش، هو عايز نسبة الimpurities ب 50%، بس هو عايز نسبة الكالسيوم. طب يا مستر انت قلت لنا هتحلها بطريقتين، في الطريقة التانية؟ بص يا ولد، الطريقة التانية هعمل ايه؟ هجيب علاقة بين ال H2SO4 والكالسيوم كربونيت CaCO3، احلها ازاي؟ هنا 1 مول وهنا 1 مول. حلو، انا قلت لك المساله اللي فاتت ان النمبر اوف مولز ممكن اعوض عنه بايه؟ ممكن اعوض عنه بالماس اوفر المولار ماس، او ممكن اعوض بالمولاريتي تايمز الفوليوم. فانا هعمل كده، هنا هكتب ام تايمز الفي وهنا هكتب الماس اوفر المولار ماس، يبقى هنا المولاريتي كانت ب 0.1 والفوليوم كان ب 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بتساوي، هنا هعمل سهم سوري، والماس بكام؟ الماس عندي باكس على 100، ومن هنا تطلع الاكس ب 0.1 جرام وهكمل. دي طريقه ودي طريقه. طيب انا عايز اجيب بقى البرسنت بتاعت الايه؟ الكالسيوم. هو الكالسيوم موجود فين؟ جوه الكالسيوم كربونيت سي اي سي او 3. جواه كام كالسيوم؟ جواه كالسيوميه واحده بس، 1 مول من الكالسيوم. طيب طالما عايز تجيب برسنتج هات ماس، المولر ماس هنا بكام؟ 100 جرام، والمولر ماس للكالسيوم بكام؟ ب 40 جرام.
يبقى ال 0.1 جرام من الكالسيوم كربونيت فيها كام جرام كالسيوم؟ فيها اكس، يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن فالاكس تطلع بكام؟ تطلع ب 0.04. عايز اجيب بقى البرسنتج، البرسنتج بتاعت الكالسيوم هتطلع بكام؟ اي برسنتج بارت على اول في 100، الماس بتاعته 0.04 تمام، على احنا عندنا هنا الماس كلها كانت بكام؟ 0.2. ليه؟ لان قال لي في الامبيور سامبل، الامبيور سامبل كلها على بعضها شاك براكب ب 0.2، واضرب في 100 تطلع ب 20%. هنا ده معناه ان النسبه بتاعت الامبيورتيز 50 والنسبه بتاعت الكالسيوم ب 20، فهاخد النسبه اللي فيها كالسيوم اللي فيها 20 و50 اهي. طبعا هو قال لي بقى ريسبكتيفلي وقال لي الامبيورتيز، يبقى بس معلش انا هجيب دي مكان دي ب 50 و20، 50% و20%، 50% و20%. سؤال نمبر 17 بيقول لي a mixture containing sodium hydroxide and sodium chloride فيها NaOH وفيها NaCl needed to titrate 0.1 gram of it 10 ملي of 0.1 molar of hydrochloric acid. طيب عايز ال percentage of sodium in the thread equal. تاني انا عايز اجيب نسبة ال معناتها كلمة thread ديت، انا اسف يعني هي هنا مقصود بيها الميكتشر ديت، تقريبا كانت مكتوبة خيط يعني ما علينا، يعني هي هنا الميكتشر، في الميكتشر خلي بالك بقى، عايز اجيب نسبة مين؟ نسبة الصوديوم. نسبة مين يا؟ نسبة الصوديوم. هو الصوديوم موجود فين؟ الأول نعمل ايكويشن بقى كده وإيه ونمزمز في المسألة. بسم الله، احنا عندنا الميكتشر عبارة عن ايه؟ صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد NaOH و NaCl، ده الميكستشر اهوت كله على بعضه شاكب راكب 0.1 جرام، هعمل له تيتريشن مع ال HCl، مين اللي هيتفاعل؟ ال NaOH هيتفاعل، ال NaCl يقولوا لا، لأن ده فيه كلورين وده فيه كلورين، الناتج هيكون NaCl ومعاهم شوية مية، حلوين. طيب هشتغل ازاي بقى؟ بص يا وحش، هات بقى ايه ريشو ما بين ده وما بين ده، يعني ايه؟ هو هنا بيقول لي أنا عايز أجيب نسبة ال NaCl، نسبة ال NaCl، خلي بالك. وهنا عايز يجيب نسبة الصوديوم، فالصوديوم موجود فين؟ في الـ NaCl، صح؟ فهنا خلي بالك يا ابني، احنا كل الصوديوم اللي هنا اتنقل هنا. طيب، هنا هقول كده إن الـ NaOH والـ NaCl، الـ NaOH وهنا NaCl، إيه اللي حصل؟ ده 1 مول وده 1 مول. طيب، أنا هاخد مين؟ أنا هاخد سوري مش الـ NaOH بقى، هاخد الـ HCl. لان ال HCl هو مديك معلومة عنه، مديك مولاريتي ومديك فوليوم، بدل ال NaOH ديت هاخد ال HCl، هاخد ال HCl، لا معلش ايه بعد اذنكم اغير بس كده اهوت، انا عايز اجيب ريليشن بين مين ومين، هجيب ريليشن ما بين ال NaOH وبين ال HCl، ده اللي هيتفاعلوا مع بعض، واحد مول واحد مول، 1 مول من المعادلة 1 مول. خبرك دي ممكن احلها بفكرة المسألة اللي قبل اللي فاتت، ال HCl مول ومول وال NaOH واحد مول، هنا ال HCl مديك مولاريتي وفوليوم يبقى هو ال MV، وده مديك انا عايز اجيب الماس بتاعته، طبعا عشان اجيب برسنتج لازم اجيب ماس، فاقول هنا الماس اوفر المولار ماس. طيب هنا عندي ال HCl المولاريتي بتاعته بكام؟ 0.1. طيب والفوليوم بكام؟ الفوليوم بتاعه كان ب 10 مللي، 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. هنا عندي المولاريتي الماس بتاعته للصوديوم هيدروكسيد بكام؟ باكس، والمولر ماس ب 40. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن وهات لي الماس، الماس بتساوي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى 40 تايمز او تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 0.1، تطلع كلها بكام في الاخر؟ بسم الله نجيب الكالكوليتر بس ونحسبها، تطلع 0.04 جرام. دي ماس مين يا وحش؟ دي ماس الصوديوم هيدروكسيد. طيب تعالى بقى نجيب نسبة الصوديوم اللي فيها تاني، دي ماس الصوديوم هيدروكسيد اللي موجودة عندي اللي دخلت التفاعل. طب تعالى نجيب بقى البرسنتج بتاعت الصوديوم، هي الماس بتساوي ايه؟ الصوديوم هيدروكسيد NaOH في واحد مول من الصوديوم. طيب الصوديوم هيدروكسيد المولر ماس بتاعته حسبناها ب 40 وال Na ب 23، يبقى لو انا معايا 0.04 جرام بس من ال NaOH ده اللي اتفاعل، يكون فيها كام جرام من الصوديوم؟ فيها اكس، من هنا طلع قيمة الاكس كروس مالتيبليكيشن، يبقى 23 تايمز 0.04 ديفايد 40،
تطلع بكام بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تطلع 0.023 جرام. معلش ده مين؟ ده ماس الصوديوم في ال 0.04 جرام من الصوديوم الهيدروكسيد اللي اتفعلت من الميكستشر. حلو، تعرف تجيب لي بقى البرسنتج بتاعت الصوديوم؟ اعرف، معرفش ليه وانا صغير. ال ان ايه هنا نسبته بكام؟ ماسه على التوتال 0.023 والتوتال ب 0.1 واضرب في 100 طبعا. بهنا الرقم اهون تايمز 100 ايكوال ديفايدد 0.1 يطلع ب 23%. هي دي الاجابه؟ لا. ليه بقى؟ لان الميكتشر اهو قدام منك في صوديوم هيدروكسيد وفي صوديوم كلورايد، في صوديوم هنا كمان، يبقى انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب ال NaCl هي كمان. حلو، مش الميكسر ده كله على بعضه واحد 0.1 جرام؟ طب ما احنا جبنا الصوديوم هيدروكسيد ب 0.04 جرام، بقدر اجيب الماس بتاعت الصوديوم كلورايد. اعرف اجيبها، ثواني، الماس بتاعت ال NaCl هيتساوي التوتال 0.1 ماينس ال 0.04، يبقى يطلع بكام يا واد كده؟ اهوت 0.1 ماينس 0.04 تطلع 6 من 100 طبعا، تطلع 0.06 جرام. حلو، هجيب بقى برضو نسبة الصوديوم اللي فيها ال NaCl اللي فيها كام؟ فيها كام ان ايه؟ فيها واحدة ان ايه. طب الصوديوم كلورايد بكام؟ الصوديوم كلورايد ب 58.5 والصوديوم ب 23 جرام، ده مولر ماس على فكرة. ها طيب، يبقى انا بقى معايا 0.06 جرام، يكون فيها كام جرام من الصوديوم؟ فيها اكس كالعادة. اجيب الاكس ازاي؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن، فده معناه ان الاكس بتساوي ده في ده على ده، يعني 0.6 تايمز 23 ايكوال ديفايد 58.5 بتساوي 0.002358. دي كده الماس. طب هات البرسنتج بقى، البارت على اول في 100، البارت على اول في 100. هنا ده البارت اهوت، الاول بكام؟ 0.1، بهنا ديفايدد 0.1 اللي هو الميكسر كله بتساوي، واضرب في 100 امر بتساوي كام؟ بتساوي 23.58. يبقى البرسنتج هنا بتساوي 23.58 وهنا 9. يبقى هنا البرسنتج بتاعت الصوديوم في الصوديوم كلورايد ب 23، واحنا حسبناها قبل كده في ال ان اي او اتش كانت ب 23. يبقى هنا التوتال بقى اهو مجموع الاتنين دولت مع بعض، يبقى هنا بلس 23 يطلع في بتساوي 46.5 تقريبا، 46.58. يعني نجيب الكتاب كده ونشوفها بكام، تطلع ب 46.6، احنا تقريبا اهيت 46.589، يعني تتقرب ل 46.6.6، يعني الاجابه لتر ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي a solution can be added lime to an impure sample of potassium chloride for the purpose of estimating the ratio of impurities in the sample. تاني، وعشان اجيب يا ولاد اي برسنتج كنا بنعمل ايه؟ كنا لازم نجيب ماس، ودايما الماس دي مصحوب تكوين percepted. يبقى انا مين في دول لما يتحط لي البوتاسيوم كلورايد اللي هو ال K Cl يديني percepted؟ شوف كده مين في دول يديني percepted. ال H مع ال Cl، لا ال H هيدينا HCl و K مش هيتفاعلوا اصلا لان ده Cl وده Cl. ال BaCl2 برضو الاثنين فيهم كلورايد. طيب ال AgNO3، ال Ag هتاخد ال Cl هيدينا AgCl، ده البرسبتد. بالاجابه هي دي. ليه؟ لان ال AgNO3 مع ال KCl هيدينا وايت برسبتد من ال AgCl، يبقى هختار الحاجه اللي تكون برسبتد، يبقى الاجابه هتكون هي لتر C ال AgNO3. السؤال اللي بعده بيقول لي to reach to neutral point، نقطة التعادل، 20 مللي من 0.1 مولر هيدروكلوريك أسيد is required to react with 10 مللي of concentrated sodium hydroxide solution. تاني، أنا عايز أوصل لنقطة النيوتراليزيشن. من سهولة المسألة أنت مش هتصدق نفسك، لأن دي مسألة تعويض مباشر على طول من غير لف ولا دوران ولا حوارات. هحلها هنا على طول. ال 20 مللي من الهيدروكلوريك أسيد HCl مع مين يا واد؟ مع الكونسنتريتد صوديوم هيدروكسيد NaOH هيدينا مين؟ NaCl وشوية مية.
ام اي في اي اوفر ان اي بتساوي ام بي في بي على ان بي. الام اي بكام يا واد؟ قال لي 20 مللي من 0.1 مولر من هيدروكلوريك اسيد. 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ده الفوليوم، والمولاريتي عندي ب 0.1 طبعا ديفايدد 1 بتساوي، وانا عايز اجيب الام بي وانا تحت الان بي بواحد، والفي بي بكام؟ 10 مللي، يعني 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى الام بي على طول كده بتساوي كام؟ طير الباور ده مع الباور ده، يبقى هنا بتساوي 20 في 0.1 على ال10 تطلع 0.2 مولر. هنا تطلع 0.2 مولر. بص بقى للسؤال الاخير واخر سؤال نمبر 20، بيقول لي by heating sample of mean mass 18 جرام very well او very hot، يعني سخنه greatly، قال لك its mass becomes 24.8، يعني لما سخنه ماسه تزيد. طيب بص معايا كده يا ولاد، الايرون هيدروكسيد لما بسخنه بيتحول ل Fe2O3 وفي ميه بتطير. استدرايت FeCO3 لما بسخنه ب FeO والCO2 بيطير. الايرون اوكساليت بيدينا ايرون 2 اوكسايد وCO CO2 جاز بتطير. الايرون بقى، الايرون ولاد لو فعلته انا، لو فعلت انا الايرون مع الاير، الايرون مع الاير بتساوي ايه؟ طبعا دي اخدناها في تشابتر 1. الايرون مع الاير هيدينا Fe3O4 ل Fe بلس O2 هيدينا Fe3O4. هنا اعمل بالانس، احط هنا 3 واحط هنا 2. طيب الايرن والاف اي 3 او 4، هات علاقه بين الايرن 3 مول ايرن و1 مول من الاف اي 3 او 4. انا هعمل ايه؟ انا والله هجيب ريليشن بين المول من هنا والمول من هنا. 3 تايمز 56، وهنا 56 تايمز 3 بلس 16 في 4. طيب هنا احسب الكالكوليتر كده اهوت، 3 في 56 equal 168، وهنا دي ان بلس 64 على طول تطلع 232 جرام، يعني كل 168 جرام بتطلع 232 جرام. هو في المساله قال لي ان انا لو اخدت 18 هتبقى 14، هتبقى 24.8. طيب لو انا حطيت هنا 18 هيطلع كام اكس؟ والله لو تطلع اللي هي الرقم اللي في المساله 24 بوينت 8 يبقى احنا اختيارنا صح، ما كانش بنرجع نعوض نشوف الباقيين. اعمل بقى كروس مالتبليكيشن كده، بهنا 232 تايمز ال 18 ايكوال ديفايدد 168 ايكوال يا مسهل تطلع 24.8، يبقى الاكس بتساوي 24.8 هي الرقم اللي في المساله بالظبط اهو 24.8. يبقى ال 18 لما سخناه ونطلع من ده 24.8 يبقى هو كان الايرن. وبكده نكون خلصنا بوكلت 2 ونهاية صفحة 52. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.